فعالية اللقاح الآن إحنا بنحكي عن أكثر من 8 مليار جرعة تم إعطائها خلال السنة الماضية. يعني فعالية اللقاح أثبت، يعني الدراسات وأثبتت المعلومات بأنه اللقاح فعال وآمن. فعاليته الآن كيف نقدر نطلع عليها؟ أنت لولا اللقاح ما كان تقدر تعمل فتح للقطاعات المختلفة اللي كانت موجودة ومغلقة قبل سابقا. الآن العالم شبه طبيعي رجع عمله، في حالات متزايدة نعم، لكن هاي الحالات المتزايدة هي سببها جائحة، أو أنا اللي بنقدر نسميه جائحة الغير مطعمين. معظم الحالات اللي تدخل المستشفيات الآن هي لحالات غير مطعمة. والشغل الثاني اللي أشار لها الدكتور هاي، لأنه المطعوم لا يحمي 100% من الإصابة بالفيروس، لكنه يخفف بشكل كبير جدا نسبة الدخول إلى المستشفيات والموت، وهذا هو الشيء المهم والأساسي في المطعوم. المطعوم آمن لكل الفئات العمرية، الآن أصبح من 5 ل الفئة العمرية الأعلى مرخص به من قبل المؤسسة الصحية. فبالتالي ما في أي مشكلة بموضوع مضمونية وسلامة اللقاح. الدول اللي وصلت لمناعة شبه مجتمعية، خلينا ناخذ اليابان كمثال، الحالات الآن عندهم قليلة جدا. شو يعني لما نحكي مناعة مجتمعية؟ نحكي احنا عن 70% من الناس مطعمين فما فوق. احنا لازم نوصل لهاي النسبة حتى نقدر نتخلص من الفيروس. ما دامنا مش قادرين في الأردن نوصل لهذه النسبة، أو في دول العالم الأخرى، يعني جنوب أفريقيا نسبة التطعيم فيها ما بتتجاوز 30%، وبالتالي راح تضلها مصدر قلق لظهور العديد من المتحورات التي قد تكسر فعالية اللقاح. إحنا من الآن ما بنعرف أوميكرون، هذا أوميكرون هل هو فعلاً مقاوم للقاحات أم لا؟ لسه الداتا مش واضحة بالنسبة له، لكن قد يظهر عندنا متحور لاحقا اذا لم يعني العالم كله لم يتعاون مع بعض حتى نوصل اللقاح لجميع الشعوب ونوصل للمناعه المجتمعيه العالميه، لانه احنا مش بنعزل عن بعض كدول. بس دكتور عمار اسمح لي اقاطعك. دكتور عمار، اليوم خرج اطباء من 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 جنوب افريقيا وتحدثوا بكل صراحه ان الأعراض المرافقة للفيروس المتحور الجديد أقل شدة وحدة من تلك التي أظهرها دلتا. جائز، نعم، يعني جائز. للآن المعلومات لا يعني ما بتأشر إنه الفيروس أوميكرون أو الفاريانت يعني أو متحور أوميكرون هو فعلا أكثر اختطارا أو قدرة على يعني الإصابة بالمرض بشكل أكبر من المتحورات الأخرى. لكن اللي خوف العالم بموضوع أوميكرون هو عدد الطفرات الجينية اللي حدثت عليه. يعني أنت بتحكي عن السبايك بروتين أو البروتين الرئيسي اللي بيصمموا عليه اللقاحات، وهو مسؤول برضو عن قدرة الفيروس على الارتباط بالخلايا، أصبح فيه أكثر من 30 طفرة. فهذا الشيء بيخوف الآن. الغموض اللي يعني بيغطي موضوع أوميكرون هو السبب في الدول أخذت الاحتياطات الكبيرة بالنسبة للسفر وإلى آخره، مع أنه أنا أعتقد أنه وصل يعني لمناطق كبيرة في العالم، لكن ما بنعرف إحنا شدة اختطاره. ولكن على ما يبدو أنه هو سريع الانتشار، لأنه استبدل الدلتا في جنوب أفريقيا بنسبة عالية. فالأمور أو المعلومات للآن ليست واضحة بالنسبة للمتحور الجديد، لكن الحل للخروج من هاي الأزمة اللي إحنا بنعاني منها من شهر 3 2020 أو من شهر 12 2019 هو الخروج عن طريق أخذ المطاعيم. أنا بشجع كل يعني 8 مليار جرعة، هاي أكبر دراسة علمية فعالة تجرى حاليا وبتقدر أنت تطلع عليها. طيب. يعني